15,000 متظاهر خرجوا في إضراب عام إلى الشوارع اليونانية وخاصة في العاصمة أثينا لدعم شبكة الإذاعة والتلفزيون الحكومية التي أوقفت بثها مساء الثلاثاء. وانضم إلى الإضراب العام نقبة البحارة والسكك الحديدية، ووقفت الحافلات وقطارات الأنفاق عن الحركة وتوقفت الإدارة عن العمل. وواصل العاملون بث نشرات الأخبار والبرامج المباشرة عبر مواقع إلكترونية يونانية ليستمر التلفزيون في العمل في تحدي لقرار الإغلاق. قرار الحكومة بوقف بث شبكة الإذاعة والتلفزيون الحكومية ليس فقط اختبارا لعزمة الموظفين بالحفاظ على المؤسسة، لكنه أيضا اختبار لقوة الحكومة. إغلاق الـART يبدو أنه اتخذ منحا خطيرا، يقول مراسل يورونيوز في أثينا ساماتيس جينانيس. قرار الإغلاق بات يهدد باندلاع أزمة سياسية بين أحزاب الائتلاف الحاكم. زعيم سيريزا أليكسيس سيبراس يقول التلفزيون الحكومي يوقف بثه فقط في حال احتلال البلاد من طرف قوى أجنبية أو عندما تتحول الديمقراطية إلى ديكتاتورية. ناسو أناتاسيو صحفي ومقدم برامج في القناة الحكومية منذ 30 عاما يرى أن الحكومة بقرارها هذا قررت دفن الشبكة الحكومية. هذا أمر لا يمكن أن أقبل به، ولا يمكن للزملاء أن يقبلوا به كذلك. قراصنة الأنترنت أنونيموس هددوا بمهاجمة المواقع الحكومية اليونانية ومواقع الوزارات، كما قاموا بقرصنة موقع محكمة الاستئناف.